مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في كيف الصحة. في حلقة اليوم سوف نتحدث عن تأثير فيروس كورونا على الجهاز التنفسي والرئتين. لمدة ساعة سيكون معنا ضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور مأمون إبراهيم، وهو استشاري أمراض الصدر والرئتين. أهلا بكم، وبكل استفساراتكم نرحب بالدكتور مأمون إبراهيم. أهلا وسهلا بك، حيك دكتور مأمون. اليوم راح نتحدث عن تأثير فيروس كورونا على الجهاز التنفسي بالتحديد. حابين نتعرف أكثر تأثيره على الجهاز التنفسي وخصوصا الرئتين، وهو يعتبر طبعا الجزء الأساسي والهام الذي يصاب دائما والقاتل طبعا كما هو معروف. ولكن بشكل عام دكتور، السؤال هو هل فعلا فيروس كورونا بدأ بالتلاشي والانتهاء كما يقال في ظل طبعا الانفتاح القادم، في ظل فك هذا الحظر؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لتلاشي الفيروس، هذا شيء غير علمي طبعا، كلام غير علمي، لأنه الفيروس لن يتلاشي بهذه السرعة. فكما نعلم من الفيروسات التي تنتقل بسرعة كبيرة وبشكل كبير بين الناس مثل الزكام وغيرها، إنها لا تتلاشى، ولكن مع التباعد ومع الإجراءات الوقائية قد يتم تحديدها وتحجيمها بشكل كبير، ولكن أنها تتلاشى بشكل عام هذا الحكي صعب. في دراسات تقول أنها سوف يكون أو هذا الفيروس سوف يلازمنا في العقد القادم. نعم، يعني لابد أن نتعايش مع الفيروس، وطبعا نلتزم بكل النصائح والإرشادات الوقاية. نعم، من أهم الأمور اللي ساعدت مثلا في الإنفلونزا على سبيل المثال هو إيجاد اللقاح، وهذا هو ما كان الجميع يأمل فيه، وبالذات لما تحدثت الحكومة البريطانية عن مناعة القطيع، فكان الأمل العلاج زائد وجود اللقاح. ولكن اللقاح بالعادة يأخذ ما لا يقل عن 18 شهر وما فوق، فالأفضل حاليا أنه نستمر بإجراءات التباعد الاجتماعي وتخفيف القيود بالتدريج، وأنا أتوقع أنه بسنة 2020 وبداية 2021 سوف نستمر على هذا الحال، ولكن مع تخفيف القيود بالتدريج إن شاء الله. تمام دكتور، اليوم بالتحديد راح نتحدث عن يعني الفيروس يصيب الجهاز التنفسي والرئتين، وكثير من الناس تعبوا يعني من هذه الإصابة في هذه الأماكن الحساسة جدا خصوصا الرئتين. ياريت تعطينا توضيح عن كيف يعني تصاب هذه الرئتين، كيف تبدأ من بداية الجهاز التنفسي من الحنجرة حتى الرئتين، والمضاعفات هذا الأمر. أول شيء أود التنبيه أنه 80% أو أكثر من 80% من المصابين أعراضهم خفيفة جداً، والبعض حتى لا يشعر بأي نوع من الأعراض. طبعاً هذا النوع من الفيروسات هو فيروسات تاجية، وبالذات هو البيتا كورونا فيروس، وفي بروتين اسمه سبايك بروتين، وهو يدخل إلى الخلايا عن طريق ما يسمى بالأيس 2، المستقبل اسمه أيس 2، وثم يدخل، وبالذات هذه المستقبلات موجودة على خلايا الرئة، وبالذات الخلايا الموجودة في الحويصلات. وعندما يدخل إليها يسبب طبعاً الالتهاب، وقد يسبب التهاب الرئة وزيادة انتقال الخلايا المناعية من الأوعية الدموية الصغيرة إلى الرئة، وبالتالي يسبب التهاب الرئة. ما الذي يحدث عندما يصاب أي شخص بفيروس كورونا من المراحل الأولى البدائية بالجهاز التنفسي كما ذكرت؟ طبعا احنا في البدايه كما ذكرت انه يؤثر على هذه الخلايا، وبعدين يسبب الاعراض اللي منها الحمى، منها الكحه، ضيق النفس. ضيق النفس ياتي بشكل عام لانه الخلايا المناعيه عندما تدخل الى هذه الحويصلات ويكون معها نوع من السوائل، فيقل تبادل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون بين الرئه والاوعيه الدمويه، مما يؤدي الى نقص الاكسجين في بعض الحالات. طبعا هذا يؤدي الى ضيق النفس، وبشكل عام ايضا يؤدي الى ضعف ووهن في الجسم كله، وايضا الاعراض مجملها قد تؤدي الى ضعف ووهن جسدي، والانسان طبعا طبيعته مع هذه الامور يظهر عليه التعب. اكثر الاعراض يعني اللي هي السائده العامه
بين المصابين هي ضيق تنفس وضيق النفس، بيعاني الجميع منها ولكن بدرجات مختلفة. يعني أي درجة هي التي فعلا تستدعي أن يعني تكون تحت إشراف طبي أو دخولها المستشفى؟ طبعا احنا ننصح المرضى بطرق مختلفه. للاسف ليس كل المرضى لديهم نفس الكم من الاعراض او نفس حده الاعراض. يعني احنا راينا مرضى قدموا الى المستشفى بسبب انهم ذهبوا الى الطبيب، جاءوا الى المستشفى بسبب الحراره، ولكن لم تكن لديهم ضيق نفس بشكل شديد، ولكن عند قياس نسبه الاكسجين في الدم نجد ان نسبه قياس الدم في الاكسجين منخفضه جدا. والبعض العكس تماما، ياتي الى المستشفى لديه اعراض شديده، ضيق نفس شديد. ونحن دائما ننصح المرضى بان ينتبهوا الى امور معينه. مثلا اذا المريض لم يكن قادرا على اكمال الجمل التي عندما يتحدث مع احد، فهذا يعني انه المرض قد اشتد عليه وانه الافضل انه ياتي الى المستشفى. بعض الناس ينصح بأخذ النفس العميق وأنه يرى إذا كان يستطيع أن يحبس النفس لثواني معدودة، ولكن هذه الأمور صعبة يعني تحديد مدى صحتها. المهم أيضا إذا الإنسان لاحظ أنه الأمور اليومية اللي هي عملها بحياته مثل المشي، الخروج إلى الخارج، إذا شعر أنه في عنده زيادة في ضيق التنفس فالمفروض أن يسعى لزيارة الطبيب أو على الأقل الاتصال هنا في بريطانيا ب111 وأخذ النصائح المناسبة. يعني المصاب بفيروس كورونا، نتحدث عن إصابة الجهاز التنفسي دكتور، يعني بشكل أفضل حابين نعرف بشكل أكثر دقة، يعني هل يمكن أن يعالج في البيت في المنزل حتى وإن كانت الأعراض كما ذكرت أعراض يعني أو المضاعفات قوية؟ هل له القدرة؟ ممكن أسأل هذا السؤال لأنه في دائما مخاوف وقلق من الذهاب إلى المستشفى. أولا كل من يشعر أنه بحاجة إلى الذهاب على المستشفى إلى المستشفى عليه الاتصال بالطوارئ أو بالأرقام المتوفرة اللي هي 111 حتى يأخذ النصيحة. رقم 2 إنه في كثير من المرضى بإمكانهم تجاوز هذه المرحلة في البيت إذا كان عندهم ضيق نفس محدود، إذا كان عندهم حمى محدودة، سعال محدود. ولكن كما قلت إذا كان هذا المريض لا يستطيع أن يكمل جمل، لا يستطيع أن يغادر الفراش، لا يستطيع أن يؤدي الأمور اليومية الحياتية اليومية، فبالأحرى أنه يجب أن يذهب إلى المستشفى بغض النظر عن الخوف، لأنه الإنسان المصاب بمرض الكوفيد-19 يعني العدوى قد حدثت ولن تسوء في المستشفى يعني. فالأفضل أنه يبحث عن مساعدة كما قلت، سواء بالاتصال على أرقام من الحكومية أو الذهاب مباشرة إلى المستشفى، وعدم التأخير طبعا، لأنه التأخير دائما أو نادرا ما يكون في مصلحة المريض، على العكس تماما. تمام. حابين نعرف دكتور ما الذي يحدث عند طبعا طلب المساعدة من المستشفى أو الإسعاف وأخذ المصاب إلى طبعا الإسعافه، حابين نعرف عن الجهاز الذي في هذه اللحظة كيف يسعف؟ هل يسعف مبدئيا بالجهاز الأكسجين، وبالتالي راح نتحدث طبعا عن الجهاز الاصطناعي التنفسي ومتى يستخدم وفي أي حالة، ولكن حابين نعرف الإسعافات الأولية كيف تتم في هذه المرحلة؟ طبعا المريض لما يتصل على الرقم 111 او الارقام اللي حسب الدوله اللي هو فيها، في بروتوكول اسئله معين سوف يسالوه، يعني ماذا يستطيع يفعل، كم الحراره، مين معه في البيت، ومن هذه الامور. وبعدين على حسب هذا بيقدروا اذا يستطيع البقاء في البيت او عليه الذهاب الى المستشفى. اذا اتى على المستشفى طبعا في البدايه بياخذوا ضغط الدم، نسبه الاكسجين في الدم، ضربات القلب، وكل هذا دم، صور اشعه. طيب إذا كانت نسبة الأكسجين في الدم تحت النسبة يعني الطبيعية، يتم تقديم الأكسجين ده، وليس جهاز تنفس ولكن أكسجين. نعم. وحتى يصل نسبة الأكسجين في الدم إلى النسبة المتوقعة والنسبة الطبيعية. وبهذه الحالة المريض لازم يبقى في المستشفى طبعا، لأنه إذا هو بحاجة إلى أكسجين فهو لا يستطيع الذهاب إلى البيت. إذا دخل المستشفى أهم شيء محاولة السيطرة على درجة حرارته إذا كان عنده حمى، وإعطاء الأكسجين إذا كان بحاجة لسوائل يأخذ سوائل، وطبعا حسب العمر وحسب الحاجات الأخرى. في كثير من الأحيان المريض يعطى مضاد حيوي
خوفا من انه يكون عنده التهاب بكتيري ايضا، التهابات بكتيريه ايضا. نعم. وكذلك وعلى هذه وعلى هذا النحو، ويبقى في المستشفى، وبعدين في بعض المرضى يتحسنوا في الايام المقبله، وفي بعض المرضى تزداد حاجتهم الى الاكسجين بنسبه كبيره مع الايام. وفي هذه الحاله طبعا قد يكون الاكسجين بحد ذاته لا يكفي، وبهذه الحاله المريض قد يكون بحاجه الى اجهزه التنفس. قبل دخول جهاز التنفس الصناعي دكتور، حابين نعرف يعني اولا كم المده لاستخدام الجهاز، عفوا الاكسجين في البدايه، كم هي المده التي لابد ان يستخدمها المصاب؟ في البدايه الاكسجين متواصل، يعني لا احد يوقف الاكسجين طالما المريض بالحاجه له. طبعا يتم فحص نسبة الأكسجين في الدم بشكل دوري، ولكن فإذا أمكن إيقاف الأكسجين قد توقف الممرضات أو الأطباء، ولكن في ال 24 ساعة الأولى لا أحد يحاول يعني إيقاف الأكسجين بشكل عام. نعم. وبعدين الأطباء بعد الزيارة يفحص المريض ويحاولوا أن يخففوا نسبة الأكسجين إن أمكن، ولكن في كثير من المرضى هناك حاجة إلى زيادة في نسبة الأكسجين أيضاً، فبالتالي الأكسجين متواصل غالباً. تمام. هل في مضاعفات بالنسبة للأكسجين العادي في البدايات؟ هل في أي مضاعفات أو له أي أثار تذكر؟ الأكسجين العادي في البداية ليس له أثار تذكر. طبعاً الأكسجين بس بشكل عام إذا تم استخدامه بإفراط ولفترات طويلة قد يؤثر على الرئة ويسبب مرض في الرئة، ولكن بشكل عام في البداية إذا كانت الأرقام محدودة والنسبة محدودة فأعراضه خفيفة جدا ويمكن إدارتها بشكل بسيط. دكتور، في كان دائما تساؤل بأنه بعض المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا وطبعا أخذوا العلاجات أو الإسعافات الأولية منها الأكسجين، تم يعني صارت الإصابة أو المضاعفات أخف وأقل، وشعروا بأنهم أو شعروا بالتحسن بهذا المعنى، ولكن فجأة هكذا بدون سابق إنذار تحولوا إلى العناية المركزة، لماذا دكتور؟ طبعا إحنا المرضى عندما تبدأ أعراضهم، في منهم في البداية أنا كان إلي زميل يعني في الأسبوع الأول كانت أعراضه خفيفة، الأسبوع الثاني اشتدت عليه الأعراض، في اليوم العاشر أو بعد اليوم العاشر من الأعراض في شيء اسمه سايتوكين ستورم، بحيث أنه في مواد معينة في من جهاز المناعة تبدأ في الظهور في الدم، وبعدين تسبب زيادة الأعراض وزيادة الحاجة إلى الأكسجين. نعم. وبالتالي قد يؤثر هذا على نسبة الأكسجين في الدم ودخول المريض في مرحلة هو بحاجة ربما إلى أجهزة التنفس. يعني نستطيع يعني نقول أنه صارت أو حدثت مضاعفات داهمت الرئة بشكل سريع، بحيث أصبح من الصعوبة السيطرة على الفيروس بهذا المعنى؟ نعم بهذا المعنى، لذلك أنا أقول دائما أنه إذا الواحد تخطى المرحلة الأولى بنجاح فالمفروض يظل دائما يعني يراقب الأعراض، وبالذات من كان في المستشفى، لأنه يعني رأينا بعض المرضى رجعوا إلى المستشفى بعد أن تحسنوا وحدثت معهم يعني ما ذكرته قبل قليل ما يعني سايتوكين ستورم، وزادت أعراضهم واشتدت عليهم، ونرى ذلك في صور الأشعة أيضا بأن تزداد الالتهابات لتصل إلى حتى إلى 70-75% من الرئتين وما يزيد في الأعراض في الحالات الشديدة. نعم، في هذه الحالة يتم طبعا المعالجة الخطوة أو المرحلة القادمة وهي دخول إلى العناية المركزة. حابين نعرف تفاصيل هذا الأمر، يعني من بداية المرحلة الأولى للمراحل الأخيرة في غرفة العناية، ماذا يحدث للمصاب؟ طبعا في البداية المصاب إذا ازدادت عليه نسبة أو زادت نسبة الأكسجين التي يحتاجها، فيعني يتم الاتصال بالعناية المركزة، وفي غرف مراقبة لضغط الدم ونسبة الأكسجين وضربات القلب. فإذا دخل المريض إلى هناك في البداية هناك احتمالين، الاحتمال الأول أنه قد يحتاج إلى التخدير وبالتالي التنفس الاصطناعي عن طريق أنبوب يوضع في الفم، أو قد يحتاج إلى جهاز يسمى السيبهب، وهو جهاز له قناع يوضع على الفم والأنف ويتم دفع الهواء إلى داخل الرئتين ومعه الأكسجين لتهوية الرئتين بشكل أفضل
وبالتالي لرفع نسبة الأكسجين. هذا الأمر قد يجنب المريض الدخول في التخدير، وهذا أمر مهم جدا جدا جدا، لأن المضاعفات تقل إذا حاولنا تجنب التخدير والتنفس الاصطناعي عن طريق الأنبوب. فإذا نجح هذا الأمر، هذا أمر إيجابي جدا بالنسبة للمريض، وقد يبقى على هذه الحالة بقدر حاجته يوم يومين ثلاث. إذا لم تنجح بعدين ممكن نتحول إلى التخدير والتنفس الاصطناعي ووضع أنبوب داخل الحنجرة. دكتور، قبل الدخول في تفاصيل آلية هذا الجهاز وعمله، لماذا التخدير والتنويم؟ حابين نعرف النقطة هذه، كثير مهمة جدا لفهم الناس يعني أثارها مضاعفاتها، لماذا، هل هي فعلا تساعد أم هو لابد أن يكون تحت هذا الجهاز بالتنويم؟ يعني إحنا بشكل عام نحاول تهوية الرئتين وتهوية أغلب أجزاء الرئتين لنحصل على نسبة أكسجين أعلى عن طريق دفع الهواء مع نسبة أكسجين معينة. إذا المريض يعني لم يكن مخدراً ولم تنفع القناع اللي على الفم والأنف، فهو بحاجة إلى التخدير الاصطناعي حتى يسلم تقريب، يعني بما معناه يسلم نفسه إلى جهاز التخدير إلى جهاز التنفس الاصطناعي، ويتم تهوية الرئتين بطريقة سلسة وبدون المريض أن يكون تحت الضغط، لأنه هذا أمر يسبب ضغط كبير للمريض طبعاً. تمام. من الأمور المهمة أيضاً اللي نسيت أن أذكرها طبعاً في هؤلاء المرضى، بالذات المرضى اللي يشتد عليهم المرض، هو أنهم يجب أن يحاولوا أن لا يبقوا في وضعية منبسطة على الظهر، لكن يجب أن يحاولوا أن يناموا على الأطراف وحتى على بطنهم لمحاولة تهوية الرئة بشكل أفضل. هذا شيء مهم يعني نفعله الآن مع المرضى الذين تشتد عليهم حالتهم. بالنسبة للتنويم، كم هي أيضاً المدة؟ نسمع عن حالات يعني دخلت الشهر في حالة التنويم في العناية المركزة، هناك بعض الحالات أيام معدودة، أسابيع معينة، وهناك شهور، فكيف تفسر ذلك دكتور؟ نحن نتحدث عن ما معدله تقريبا حسب العناية المركزة مثلا في المستشفى التي أنا أشتغل فيها تقريبا إلى 14 يوما، يعني تقريبا معدل أسبوعين يبقى المريض في العناية المركزة. وطبعا هذا يختلف من مريض إلى مريض، طبعا سن المريض يلعب دور، الأمراض المزمنة اللي عند المريض تلعب أيضا دور في نجاح هذا التخدير والتنفس الاصطناعي، وبالتالي هناك عوامل كثيرة قد تؤثر على ذلك. نعم. يعني هل نفهم من ذلك أنه كلما طالت المدة، مدة بقاء المصاب تحت التنفس الصناعي، هي تكون لها مضاعفات أكثر، ويعني أمور قد تسبب إلى لا سمح الله للوفاة، أم هذا لا معنى له؟ نعم، كلما زادت بقاء المريض على هذا الجهاز يعني أنه فرص النجاة تقل بشكل عام، هذا كلام بشكل عام. وطبعا كلما زادت بقاء المريض على هذه الأجهزة تزيد نسبة حصول الالتهابات في البكتيريا عن طريق أجهزة التنفس وعن طريق الأنبوب الموضوع في الفم أيضا. فلذلك يعني يحاول الجميع انه او كل اطباء التخدير، كل اطباء العنايه المركزه، ان يخرج المريض من هذه الحاله بشكل مبكر جدا جدا، ولكن هذا لا ينجح دائما للاسف. نعم، رغم انه يعني اجهزه التنفس الصناعي قيل عنها مؤخرا بانها تم هناك تحذيرات اصلا من استخدامها في المستشفيات مؤخرا، بعد نكتشف ان مضاعفاتها اكثر من فوائدها، هل هذا صحيح دكتور؟ للأسف هذا ليس صحيح. في كل مريض علينا أن أو بالعادة علينا أن نحدد من هو المريض اللي هو بحاجة لهذا الجهاز قبل وضعه على هذا الجهاز وعدم الاستعجال. ولكن الأجهزة هاي بشكل عام هي تنقذ حياة المرضى، وقد رأينا ذلك في السنين التي قبلها، يعني هذا الجهاز يستخدم بشكل دوري في العناية المركزة وليس بشيء جديد، وهذه الأجهزة بالعادة تنقذ حياة الإنسان ولا تؤثر عليه. الآن المشكلة هي ليست في الجهاز بحد ذاته، ولكن المشكلة في شدة المرض، هذا نوع جديد جدا جدا من الفيروسات اللي هو شديد جدا، هو قريب من مرض متلازمة الشرق الأوسط. متلازمة الشرق الأوسط كان نسبة الوفيات فيها 35%، وكان مرض شديد جدا، وهذا الفيروس اقتبس نوعا ما شدة المرض من اقاربه نوعا ما من متلازمه الشرق الاوسط،
ولذلك يعني علاجه صعب جدا تمام. إذا وصل الأمر إلى التخدير والتنفس الاصطناعي. تمام دكتور. نشارك مشاهدينا ومتابعينا معنا نور الدين من المغرب، أهلا وسهلا بك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياك الله أختي وحيا الدكتور كريم. أهلا وسهلا بك نور الدين، تفضل. وسؤالي أنا بالنسبة أريد أن أسأل عن مسألة التدخين، هل لها تأثير؟ ومع العلم أننا في العالم العربي أكثرية الشباب يدخنوا يدخنون. نعم. والسؤال الثاني وهو أنا ملاحظة المدينة التي أتواجد فيها يا أختي، الأطفال هناك الأطفال يلعبون فيما بينهم، لا يبالون بهذا المرض، لا يفعلون المسافة فيما بينهم. وعندما أنصحهم خرجت إلى الحي ونصحت الأطفال، أتدرين ماذا قال لي طفل عمره 12 سنة؟ نعم. قال هذا كذب. وأنا يا أختي أرى الأطفال يلعبون الكرة في الأرض وأخشى أن يكون أحد نعم. باصقا في الأرض نعم. ويأخذ المرض، ولكن يا أختي الأهالي لا يبالون. نعم. لا يبالون. نتمنى أنه إن شاء الله تكون رسالتنا اليوم واضحة. شكرا لك نور الدين. رغم تشديد القوانين في كل الدول العربية وخاصة المغرب، لكن دكتور نبدأ من السؤال الأول للأخ نور الدين، هل التدخين أثره ومضاعفاته خصوصا إذا أصيب المدخن بفيروس كورونا طبعا لا سمح الله؟ في دراسة كانت مؤخرا أنه المدخنين هم أقل عرضة للإصابة بمرض الكوفيد 19. طبعا هي دراسة واحدة فقط، ولذلك الآن في فرنسا أظن يحاول أيضا أو يريد أن يبدأ دراسة للعلاج عن طريق ملصقات النيكوتين، ولكن هذا الأمر غير معلوم. يعني إحنا بشكل عام نعلم أنه المرضى اللي عندهم أمراض رئة مزمنة نعم. هم أكثر عرضة للمضاعفات، والمرضى الرئة اللي عندهم أمراض مزمنة هم الكثير منهم من المدخنين. نعم. بالنسبة لل يعني هذه كما ذكر الأخ نور الدين يعني أصبحت عامة بشكل عام، إنه فعلا اليوم بعد تخفيف الحظر أصبحت هناك روايات عديدة من الناس تصدق بهذا الفيروس بوجوده باختفائه، بأنه فعلا ما زال في أيضا مخاوف بأنه قد يتجدد وقد يأتي بموجة أكثر خطورة من هذه المرحلة. يعني ما هي نصيحتك أو التعليمات أو توصيات منظمات الصحة العالمية حتى هذه اللحظة؟ طبعا هو الأمر فيه له أكثر من احتمالية. طبعا ما ذكره الأخ هو عن طريق الأطفال، هم الأطفال نعم. بشكل عام خطورة المرض عليهم أقل بشكل عام. طبعا في نوع من مضاعفات مرض الكوفيد 19 ظهرت على الأعراض مؤخرا في أمريكا وفي بريطانيا، كانت شديدة جدا، ولكن بشكل عام نعم. الأعراض هم محدودة جدا. هل أن مناعة الأطفال أقوى وأكثر يعني؟ والله هو غير معلوم 100%، غير معلوم بأمانة، رغم أن الأمراض الثانية بالعكس تماما، الأمراض الثانية تؤثر على الأطفال أحيانا، بالذات الزكام والرشح وما إلى ذلك. صحيح. أحيانا بشكل أكبر، ولكن هذا الفيروس له يعني امتياز في هذا الأمر بأنه لا يؤثر على الأطفال بشكل كبير. نعم. ولذلك يعني الأطفال لما يلعبوا مع بعض ولا تظهر عليهم الأعراض، ونحن نعرف أن نسبة كبيرة أيضا لا تظهر عليهم أعراض كثيرة، يعني في بعض الأطفال تظهر عليهم أعراض خفيفة جدا نعم. ومؤقتة وتختفي بسرعة، فيظن الأهالي أن هذا المرض يعني لا يؤثر، ولكن إن المهم معرفته أنه نقل المرض هو المشكلة وليس الإصابة بالمرض فقط. إحنا نحاول أن نوقف إيقاف نحاول إيقاف نقل المرض بين الأهالي وبين المواطنين والمجتمع. فلذلك الأمر مهم جدا أنه نوعا ما التباعد، وأنا أعلم أن الأطفال صعب السيطرة عليهم بشكل عام. صحيح. ولكن هذا الأمر يعود إلى الأهل طبعا بالنهاية. يعني ممكن الطفل يصاب ولكن لا تظهر عليه أعراض وينقلها إلى الكبار المصابين بأمراض مختلفة، أو على الأقل تظهر عليه أعراض خفيفة جدا، يعني لا تظهر عليه أعراض يعني مثل اللي احنا بنتوقعها، حمى شديدة وكحة وضيق نفس، ممكن أعراض تكون أخف من هذا بكثير. نعم. ولذلك دائما في تحذير من نقل العدوى عن طريق المرضى الذين يعني ليس عندهم أعراض، وبالذات في أول أيام الحضانة أو حضانة المرض، فهم يكونوا أيضا ناقلين للمرض ولكن هم لا يدرون عن أنهم مصابين بالمرض، ولذلك هم أكثر خطورة ممن يعرف أنه مصاب، لأنه في هذه الحالة سوف يعني يتوخى الحذر.
إذا هنا لابد يعني فعلا يعني الرسالة الهامة توجه الأهالي والأسر بأن تحذر فعلا من اختلاط أبنائها في يعني خروجهم في الشارع، اختلاطهم بالآخرين، والاهتمام والانتباه هذا لا يعني أنه قد لا يصاب لا سمح الله. طيب في سؤال، اسمح لي دكتور مأمون، بأنه في سؤال عبر تطبيق الواتساب يقول يا ليت دكتور تعطينا أفضل الطرق الوقاية خاصة ما يتعلق بالغرغرة بالماء الدافي والملح، والسؤال الثاني ما يتعلق بمرضى الربو، هل هم فعلا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا؟ أول نبدأ بمرضى الربو. مرضى الربو هم ليس أكثر عرضة للإصابة، هم مثلهم مثل أي شخص تاني، ولكن أحيانا عند بعضهم تحصل لهم مضاعفات كثيرة. يعني أنا في المستشفى عندنا لاحظت أنه بعضهم يحدث لهم مضاعفات كبيرة، ولكن بشكل عام نسبة إصابتهم كغيرهم. هذا هو السؤال بالنسبة لمرضى الربو. بالنسبة كيفية الوقاية، طبعا الغرغرة هاي طبعا منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات والمؤسسات الصحية نفتها بأن الغرغرة تفيد. الأهم طبعا زي ما حكينا التباعد الاجتماعي، الأهم غسل اليدين، نعم، استعمال المطهرات اليدين، غسل كل شيء يدخل إلى البيت، استعمال الكمامات أيضا أمر مهم جدا، وبالذات في الأماكن المغلقة، بالذات إذا إحنا رحنا مقابل شخص. يعني الدراسات تقول إنه الكمامة لا تحمي من يلبسها ولكن تحمي من هو مقابله، يعني تمام، تحمي من هم حوله. نعم. فلذلك إذا إحنا في المناطق المغلقة وفي النقل العام التزم الكل بلبس الكمامات، فالكل سوف يحمي بعضهم البعض. فلذلك هاي الأمور مهمة جدا، يعني نحاول كذلك نتجنب الغرف المغلقة، الأسواق المغلقة، أشياء مثل هذا. تمام دكتور مأمون إبراهيم، استشاري أمراض الصدر والرئتين، اسمح لي نأخذ فاصل قصير ومشاهدينا الكرام ونعود إليكم لإتمام الفاصل الباقي إن شاء الله من حلقة اليوم، تأثير فيروس كورونا على الجهاز التنفسي والرئتين، ابقوا معنا. حياكم مجددا مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في كيف أصحى، تأثير كورونا على الجهاز التنفسي وبالتأكيد على الجزء الهام جدا والحيوي والحساس الرئتين، مع الدكتور مأمون إبراهيم وهو استشاري أمراض الصدر والرئتين. أهلا بكم، وأهلا بك دكتور مأمون مرة أخرى. وبالتأكيد هناك العديد من الأسئلة الهامة جدا، تحدثنا أو ذكرت لنا وشرحت لنا دكتور على طبعا المصاب عندما يدخل في العناية المركزة، حب أعرف أكثر عن تفاصيل عمل الجهاز نفسه، جهاز التنفسي الاصطناعي، كيف يعمل دوره وآثاره أيضا الجانبية، كانت الإيجابية أو السلبية، يلي تعطينا تفاصيل هذا الأمر دكتور. طيب طبعا بشكل عام لما المريض يصل الى العناية المركزة ويتم اتخاذ القرار بان هذا المريض بحاجة الى التخدير وبحاجة الى التنفس الاصطناعي، فيتم كما قلت وضع انبوب في فمه بعد اعطاء المخدر حتى لا يقاوم، لان الانسان بطبعه اذا وضعت اي شيء في فمه سوف يقاوم. صحيح. فالتخدير يتم قبل عمل ذلك، ثم وضع الانبوب، ثم توصيل جهاز التنفس. توصيل الجهاز التنفسي بشكل عام هو جهاز لتهوية الرئتين، وبالتالي لدفع كمية من الهواء إلى الرئتين، وبالتالي إيصال الأكسجين إلى الجسم وأجزائه، واستئصال ثاني أكسيد الكربون واستخراجه والتخلص منه. طبعا هاي الأجهزة كما قلنا هذا مبدأ عملها، وهي تعمل 24 ساعة، وطبعا يظل المريض عليها حتى يتم قرار انه تحسن بشكل كبير، بحيث يستطيع ان يعتمد على نفسه في التنفس ويستطيع ان يحصل على كميه مناسبه من الهواء والتهويه في الرئتين، وبالتالي نسبه كافيه من الاكسجين. طبعا كل اي جهاز اذا طال استعماله له اضرار. طبعا نرى احنا في الكثير من المرضى انه على سبيل المثال يحدث لهم التهابات بكتيريه اثناء ذلك، هي رقم واحد. رقم اثنين ممكن انه يحدث ما يسمى بالأتليكتاسيس، إنه أجزاء من الرئة تغلق، نعم، وبالتالي هو بحاجة إلى تهوية أفضل
فتح هذه الأجزاء وبالتالي للحفاظ على نسبة أكسجين معينة. بعض المرضى يحدث عندهم ما يقال له ARDS وهو بمعنى بسيط هو الفشل الرئوي. الفشل الرئوي هو أنه بالرغم من نسبة الأكسجين العالية جدا 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 التي تعطى للمريض تبقى نسبة الدم في الأكسجين منخفضة، وبالتالي هذا ما يسمى بالفشل نوعا ما. في بعض المرضى ينجو من ذلك، ولكن الكثير للأسف لا ينجو من هذا. دكتور، بالنسبة للفشل الرئوي هل هو أيضا يسببه الجهاز التنفسي الصناعي أو الاصطناعي بسبب المضاعفات، وممكن يسبب أيضا كما ذكرت بالالتهابات إن طالت المدة أو قصرت؟ لأن يعني حدثت بعض قيل بعض المعلومات فيها بأنه هذا الجهاز نفسه بسبب الأنابيب تتلف أغشية الرئتين وتسبب دخول المياه، كما ذكرت الفشل يتم عندها مما يعقد عملية التنفس. ليس الجهاز بحد ذاته ما يسبب ذلك، التبعات دائما هي من يسبب ذلك. نحن نتحدث عن التهاب رئوي مثلا يسبب مثل هذه الأمور، ولكن ليس الجهاز بحد ذاته ما يسبب هذه الأمور، ولكن تبعات المرض المريض دخل بسببه إلى العناية المركزة وبالتالي حصلت معه مضاعفات أدت إلى ذلك. أما الجهاز بشكل عام فهو منقذ حياة البشر بشكل عام بعد إذن الله. نعم، ولكن الحساسية العضو الرئتين وهي كالإسفنجة، يعني دخول الأنبوب إلى داخل الرئة لمساعدتها كما ذكرت في ضخ الهواء أو الأكسجين، هو بحد ذاته دكتور هل هو صحيح فعلا يؤذي الأغشية أغشية الرئتين؟ نعم، لذلك هناك في بروتوكولات معينة كيف يتم اللي هو ما يقال له الفنتيليشن، كيف تتم عملية تهوية الرئتين إن صح التعبير. يعني مش طريقة التهوية ليست عند كل المرضى بنفس الطريقة، تعتمد على مثلا وزن المريض، تعتمد على المرض المسبب وعلى أمور أخرى وعلى أمور مختلفة. فلذلك كما قلت إذا أطباء التخدير وأطباء العناية المركزة أخذ البروتوكول السليم، غالبا اللي يحدث إن المريض يعني بإذن الله طبعا يتحسن، ولكن أيضا كما قلت بسبب مضاعفات المرض اللي هو دخل بسببه إلى العناية المركزة قد يحدث وإنه يصاب بفشل رئوي أو مضاعفات. الجهاز بحد ذاته قد يسبب مضاعفات نعم، ولكن الجهاز مهم جدا ولا غنى عنه. يعني كيف نفسر دكتور مأمون أيضا حدوث بعض انتقال العدوى للمصابين في داخل المستشفى الذين طبعا يتم علاجهم بأمراض أخرى؟ طيب احنا نعرف أن هذا مستشفى والممرضين الأطباء ينتقلوا من قسم إلى قسم، أيضا هناك في من يعمل في مجال التنظيف، هناك من يعمل في مجال توصيل الأجهزة، توصيل المنتجات إلى الأقسام المختلفة. يعني في المستشفى هناك المئات ممن يعمل في المستشفى وينتقلون بين وحدة وأخرى، فلذلك انتقال المرض هو شيء يعني صعب التحكم عليه جدا، وبالذات في المناطق والدول التي ليس فيها مواد وقائية ومواد حماية بما يكفي ما يقال له PPE اللي هي الأقنعة وغطاء الرأس وغطاء الجسم والقفازات وما إلى ذلك. وطبعا أيضا أحيانا الاستخدام غير الصحيح، التوعية غير السليمة بين أعضاء بين من هم يعملون في المستشفى، طبعا هذا شيء مهم جدا وقد أيضا يؤدي إلى نقل العدوى داخل المستشفى وإلى الأطباء، كما طبعا شاهدنا للأسف عدد وفيات من الأطباء رحمة الله عليهم. طبعا نوجه لهم أكبر تحية لكل الأطباء العاملين في داخل المستشفيات. اليوم دكتور حدثنا عن التغيير في أيضا البروتوكول أو استراتيجية العمل في داخل المستشفيات لحماية الأطباء والممرضين، بالتالي ليستطيعوا إكمال مهامهم الإنسانية. طبعا من أهم الأمور عندما يعني يدخل الطبيب وأي واحد يعمل في المجال الطبي في هذه الوحدة المعينة إنه طبعا يلبس كل ما هو متوفر للوقاية. طبعا إحنا نلبس القناع، القفازات، نغطي العينين بالذات عند المرضى اللي هم على جهاز التنفس الاصطناعي، نغطي الرأس وما إلى ذلك.
طبعا عندما ندخل المريض لا ناخذ شيء معنا، يعني لا ناخذ لا اقلام ولا اوراق ولا ما الى ذلك وما الى ذلك. قبل ما ندخل نعقم ايدينا، وبعد ما ننتهي من فحص المريض والحديث معه ايضا ونخلع هذه الامور المواد الوقائيه، نقوم بغسل اليدين، وبعد ذلك نغادر الغرفه ونقوم بتعقيم اليدين. وحتى واحنا في القسم نفسه دائما احنا نلبس القناع. تمام، الله يحميكم. لدينا اتصال من الجزائر. عبد الله، اهلا وسهلا بك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. انا عندي سؤالين. نعم تفضل. انا سؤالين، ما الفرق بين مرض الانفلونزا واعراض الاعراض والكورونا؟ تمام، يا ريت توطي صوت التلفزيون. والسؤال الثاني، هل يستطيع المريض ان يشفى تلقائيا بدون ان يذهب الى المستشفى؟ تمام، شكرا لاسئلتك عبد الله من الجزائر. دكتور، اليوم نرى ان الاعراض تتشابه بين الانفلونزا والكورونا، رغم مضاعفات الكورونا اعمق واكبر واصعب. كيف يتم التفريق في البدايات الاعراض بينهما؟ طيب، رقم واحد، حدة الحمى عند كثير من مرضى الكورونا تختلف تماما. يعني احنا في المستشفى نرى ان الحمى يعني تعود بشكل دوري او تكون بشكل مستمر عند المرضى. رقم اثنين، الكحة التي عندها مرض الكورونا غالبا ما تكون كحة ناشفة ليس فيها اي افرازات. رقم اثنين، وايضا هناك نوع من المضاعفات مثل فجأة فقدان حاسة الشم. في ايضا عند مرضى الكورونا في عندهم نوع ما اسهال ايضا. هذه امور كلها ليست موجودة يعني بهذا الشكل عند مرضى الانفلونزا. نعم نعم، تفضل دكتور. عفوا، لا هاي يعني هذه اهم الاعراض، التفريق بينهم. نعم فعلا، يعني يحصل نوع من مثل ما يقولوا الكونفيوجن، لان خصوصا بدايه الاعراض اليوم اي احد يعطس فهي ماساه، خوف انه ممكن يكون عنده كورونا، كح نفس الشيء، تغييرات، احساس بشعور بالصداع كما ذكرت، هذه الاعراض البدائيه. فكم من المده ممكن ننتظر دكتور حتى نعرف ان هذه حمى اللي هي الاعراض الكورونا او الانفلونزا؟ طيب، احنا ليس هي المساله ليست بالمده، ولكن المساله به ما هي الاعراض ومتى بدات وكم استمرت. يعني مثلا اذا كانت الحمى عند في مرض الانفلونزا هي تبدا وتكون لفتره محدوده وتختفي. مثلا مرض الانفلونزا وهو مرض ايضا فيروسي قد يسبب كحه مع افرازات. تمام. بينما مرض الكورونا غالبا الكحه بدون افرازات. تمام. ايضا كذلك في عند مرضى الكورونا كما تحدثنا في عندهم بعض الهاي مثل وجع الراس، احيانا عندهم الم في الحنجره، عندهم كما قلنا الاسهال، الوهن الجسدي. وبالنسبه لمرضى الكورونا هذه الاعراض قد تستمر لفتره طويله. يعني مرضى الانفلونزا بعد عده ايام قليله تختفي هذه الاعراض او تتحسن بشكل كبير، بينما عند مرضى الكورونا قد تزداد حده الاعراض مع الأيام وحتى في الأسبوع الثاني من نعم. بداية الأعراض. تمام. أيضا السؤال الثاني، يعني وهذا لاحظناه أيضا في عند الإصابة أو المصابين بفيروس كورونا، أن هناك من شفي رغم أن حالته كانت عصيبة جدا بعدم ذهابه للمستشفى أو الإسعاف، حالات الطوارئ أيضا، لكن شفيوا كثير من الناس في بيوتهم. يعني مدى نجاح الشفاء التام لهم، وهل ممكن فعلا أن يشفى الإنسان في بيته، وما هي سبل نجاح الشفاء إن شاء الله للجميع في البيت؟ ما هي العلاجات اللي ممكن يأخذها أو كيفية الوقاية أو غيرها من الأمور الهامة اللي يتلقاها في داخل بيته؟ طبعا تقديرات منظمة الصحة العالمية إنما يزيد عن 80% أعراضهم خفيفة، إلى وما يزيد عن 85% لن يدخل المستشفى أصلاً، وهو النسبة بجزء تكون أكبر من ذلك أيضاً. فإحنا نتحدث عن إنه ما يزيد عن 85% من المصابين بمرض الكوفيد 19 أصلاً لن يحتاجوا إلى دخول المستشفى. ونحن نعلم اليوم إن أعداد المصابين أيضاً حتى في البداية
هي لا أو بالذات في بداية انتشار المرض لم تكن تمثل العدد الحقيقي للمرض. في البعض يقول اضرب الرقم بعشرة، يعني إذا كنت تتحدث عن أنه في 1000 حالة اضرب الرقم 10,000 حالة، بس طبعا الغالبية العظمى ليس لديهم أي نوع أو أعراضهم خفيفة جدا. فهذا الأمر يعني مهم جدا أنه معرفته. نعم يعني دكتور، بالتالي ممكن شفاء أي إنسان في داخل بيته، ممكن إذا أخذ العلاجات اللي هي يعني تمت بعد توصيات المنظمة الصحة أو الأطباء، اللي هي كما هي متعارف عليها أعتقد الباراسيتامول الخافضة للحرارة، وأيضا الالتزام بشرب الأشياء الطبيعية مثل الليمون وغيرها من صحيح. إحنا ما نتحدث عنه بشكل عام. نعم. إنه طبعاً تأخذ الباراسيتامول السيطرة على الحرارة، إن التغذية السليمة، في بعض الدراسات تقترح إنه الفيتامينات، أخذ الزنك أيضاً. هذه من الأمور التي يمكن التغذية السليمة كما قلنا، اللي هو الحركة. يعني إحنا لا ننصح المريض إنه يعني ننصح بالراحة، ولكن لا ننصح بالراحة لمدة 24 ساعة بحيث إنه لا يتحرك. يعني نوع من الحركة كما قلنا إنه الحركة تساعد أيضاً في التنفس وتساعد الجهاز التنفسي. وايضا المريض في البيت ممكن ايضا كما قلنا انه بدل ما ينام فقط على ظهره انه ينام على جنبه، ينام على بطنه، محاوله تحسين تهويه الرئتين. هاي نصائح بشكل عام، بس هاي نصائح طبعا هي يعني كونيه لكل من هو مريض في البيت. تمام. نشارك معنا المشاهده الكريمه نعيمه من اسبانيا. اهلا وسهلا بك نعيمه، نحييك، تفضلي. أهلا أختي، بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا لك. أنا نعم شكرا، أرحب بك وبالدكتور. أنا سؤالي يعني نتساءل كثيرا لماذا هذا التفاوت الكثير بين المرضى. يعني نجد بعض المرضى ليس عندهم أعراض بالمرة، ونرى البعض يعني تكون له تأثيرات خطيرة على الصحة، مثلا حتى الموت. نعم صحيح. لماذا هذا التفاوت يعني في مرض كورونا؟ لماذا أنا ابنتي مريضت وكانت في صحة جيدة ولم تكن عليها يعني أعراض خطيرة؟ نعم. ولكن نجد بعض الناس ولو أنهم يعني ليس عندهم أمراض مزمنة ولكن يتأثروا بالمرض، يعني تكون عليهم أعراض خطيرة. لماذا هذا التفاوت يعني في صحيح. في هذا قبل أن سؤال مهم طبعا وواضح كان أختي نعيمة، قبل أن يعني تقفلي الهاتف حبينا نعرف كيف الأوضاع عندكم في إسبانيا؟ الحمد لله الآن يعني خفت يعني كثيرا، يعني الحمد لله يعني خفت أعمال عدد المرضى، يعني خف كثير. نعم صار في سيطرة أكثر يعني لل تمام. نعم سيطرة واضحة الحمد لله على المرض الآن، ولكن في الماضي يعني نحن قصينا كثيرا. نعم بالتأكيد. يعني مرض أزمة شديدة. نتمنى لكم دائما السلامة أختي نعيمة. شكرا لأسئلتك، مهم جدا دكتور. فعلا التفاوت في الأعراض، درجة الأعراض بين مجموعات ومجموعات، حتى التي ليس لديها أي أمراض، فئات هي يعني ما شاء الله تتمتع بالصحة والعافية، ولكن عندما تصاب بالفيروس تصاب بدرجة صعبة شديدة جدا، قد تصل إلى كما ذكرت الأخت نعيمة حد الموت، والبعض يأتيه كما ذكرت أو لا يشعر حتى بالأعراض. لماذا دكتور؟ طيب للأسف ليس لحد الآن ليس هناك أي بحوثات تشرح هذا الأمر أو تشرح سبب. يعني إحنا في تعاملنا مع مرض الكوفيد-19 لازلنا للأسف في مرحلة الطفولة، لأنه هذه الأمراض طالما ليس لها لقاح أو ليس لها علاج، والمرض يعني عمره ما يقارب الآن 6 أشهر، فنحن لازلنا لا نعرف عنه الكثير رغم توفر كل هذه المعلومات من الصين ومن أوروبا ومن الولايات المتحدة، ولكن لحد الآن لا نعلم عنه الكثير، وبالذات عند المرضى اللي هم زي ما تفضلت الأخت يكونوا صغيرين في العمر وتحدث معهم مضاعفات. يعني الأمر نحن نتفهم لماذا تحدث هذه المضاعفات عند من كان كبير في السن، لديه أمراض مزمنة، أمراض رئة، قلب، كلية، ولكن للأسف ليس هناك أي شرح حد الآن لماذا المرضى صغار السن أو شرح مقنع
لماذا هم يصابون بهذه المضاعفات. طيب. دكتور نأتي إلى المرحلة الهامة جدا هي كيفية الوقاية في دقيقتين قبل الختام. كيفية الوقاية إذا كان هناك أي علاجات أو لقاحات، كما نسمع يوميا بأنه تتم التجارب والبحوث حول لقاحات جديدة أو علاجات جديدة، حدثنا عن هذا الأمر. طيب، البحوث التي تتعلق باللقاحات هي في الكثير من الدول، من الولايات المتحدة إلى بريطانيا، وبريطانيا طبعا جامعة أكسفورد تبحث الآن في لقاح، وكانوا يتوقعون أنهم نوعا ما يعلنوا عنه في شهر 6، ولكن أظن الأمور أصعب من ذلك، وأظن أنه سيأخذ أشهر، وأيضا ألمانيا وغيرها من الدول. فيعني الأمل موجود، ولكن أنا يعني أحب أن أذكر أنه بالعادة اللقاحات تأخذ ما يزيد عن 18 شهر، سنة ونص إلى سنتين، حتى تنتهي الدراسات اللازمة عليها، وحتى يعلن إنها تنفع، نعم، مفيدة، وبنفس الوقت أنها تكون آمنة. طبعا هذا أمر مهم جدا، أن اللقاح يجب أن يكون آمن وليس لديه مضاعفات، فهذا الأمر يعني لا زال يحتاج إلى وقت. أما بالنسبة للعلاجات، في البداية تم الحديث كثيرا عن هيدروكسوكلوروكوين، وللأسف الدراسات الأخيرة اللي ظهرت سواء في الولايات المتحدة أو في غيرها من الدول، حتى فرنسا نفسها تتحدث أنه يعني أحياناً مضاعفاته أكثر من فوائده، ولكن في دواء جديد، هو ليس جديد، هو موجود من سنين، نعم، اسمه ريمدوسيفير، وكان موجود في الولايات المتحدة، وكان هو في مجال البحث عن علاج الإيبولا أو حمى ماربورغ، ولم يحصل على ترخيص، والآن يتم تجربته في الولايات المتحدة أولاً، أو تم تجربته في الولايات المتحدة مسبقاً، والآن في بريطانيا، في ألمانيا. هو بشكل عام يخفف الأيام التي تكون فيها أعراض من ما معدل 15 يوم إلى 11 يوماً، ولكن هذا للمرضى اللي يعني يحتاج أكسجين ولكن ليسوا في العناية المركز. إذا دخل المريض العناية المركزة فهذا الدواء حسب النتائج البحوث حتى الآن ليس له فائدة. تمام. تذكر. تمام دكتور، آخر نصيحة لكل من يتابعنا اليوم على أهم طرق الوقاية والنصائح الهامة جدا طبعا المفيدة. أهم نصيحة دائما، من أين تأخذ معلوماتك؟ يعني حاول استسقاء المعلومات دائما من المصادر الصحيحة. من المهم جدا كما تحدثنا التباعد الاجتماعي، غسل اليدين، غسل كل ما يأتي من الخارج، لبس الأقنعة، محاولة تفادي الدخول إلى غرف مغلقة كمحلات تجارية أو ما إلى ذلك، وإذا اضطر الإنسان إلى دخولها أنه على الأقل يضع القناع ليحمي نفسه ويحمي غيره. تمام. يعني هذه مجملها. طيب دكتور مأمون إبراهيم، استشاري أمراض الصدر والرئتين، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات القيمة والنصائح المفيدة الطبية. حمى الله الجميع، ندعو الله الجميع السلامة والصحة والشفاء، وإن شاء الله طبعا نلتقي في السبت القادم في موضوع طبي جديد. تحدثنا اليوم تأثير كورونا على الجهاز التنفسي والرئتين، إن شاء الله يتجدد اللقاء في كيف الصحة، انتظرونا. وهذه تحياتي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.